نرمينا، مساحتنا الأولى حتكون عن مساحة الإبداع وأيضا الثقافة. طبعا نوار الشاطر هي شاعرة وكاتبة توجهت بالمنتج الفكري الخاص فيها لعدة فئات عمرية برصيدها طبعا 3 روايات أدبية، إضافة لمقالات متنوعة وقصائد وأعمال غنائية موجهة للطفل. لنحكي أكثر التفاصيل معنا طبعا الكاتبة نوار الشاطر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتعرف عن تجربتك الكتابية بشكل بسيط. نوار الشاطر كاتبة شاعرة وصحفية. كانت موهبة الكتابة عندي من الصغر. كنت بحب كتير التعبير الأدبي وشارك بفعاليات ضمن المدرسة والشبيبة. كبرت الموهبة مع الوقت وحاولت أنه نمي الموهبة أكثر عن طريق القراءة، فأنا كتير بحب القراءة وبحب الأدب كتير. كانت قراءاتي من الطفولة منوعة أدبية. أكثر شيء كنت أحب الروايات واستعار من المكتبة روايات وقصص. هالشيء خلى بداخلي دافع للكتابة لتفريغ العواطف أو المشاعر بمرحلة الطفولة حتى بمرحلة المراهقة، واستمرت الفكرة أكثر. مع الوقت التجربة صارت أعمق وصار مستوى الكتابة مختلف عن مستوى الكتابة لما بتكوني طفلة أو أكبر. صار في عندي 3 كتب: هدي القلب، وهل بلغك شعري، وكوكب دري. اشتغلت بعدة مواقع إلكترونية وصحفية ورقية كمان وإلكترونية. هالشي أعطاني خبرة أكثر بموضوع الكتابة وبموضوع أنه الكتابة لازم تكون منوعة، مو بس أنه الأديب بده يطلع فقط على موضوع الأدب، لا، الأديب لازم يكون في عنده ثقافة أكبر بالفن، بالشعر، بالغناء، حتى يكون الشيء اللي بيقدمه مختلف ومنوع. نعم. طب اليوم يمكن نوار أنت متوجهة للطفل، والتوجه لهي الفئات العمرية هو من أصعب أنواع الكتابة، لأنه أنت عم تحاكي عقل طفل، مو عقل واعي يعني. خبرينا ليه توجهتي للأطفال، وخبرينا الأشياء اللي كتبتيها للأطفال. بداية أنا عندي طفلين، هن عبد الرحمن وفرح، هلا عمرهم 5 سنين، 6 سنين وسبع سنين. هن الدافع الأساسي لأكتب. أنا كانت بنتي وهي صغيرة بعمر 5 سنين تحفظ القصائد تبعي وتغنيها بالبيت. فأحيانا لما عم شوفها هيك عم تحكي كلام للكبار وإنه موجه للكبار وإنه في، فقلت إنه إذا أنا كتبت لها شيء لإلها مناسب لعمرها بيكون حلو. فبلشنا بموضوع الكتابة. فأول شيء كتبنا قصص للأطفال، لأنه كانت الحاجة للقصة بالنسبة لإلي حاجة ضرورية، لأنه كل يوم بدي أحكي قصة لأطفالي قبل النوم. فلما أفتح وشوف المواضيع القصص الموجودة على اليوتيوب كلياتها مو مناسبة لعمر 3 سنين 4 سنين، وأغلبها مأخوذة من الغرب، يعني هو قصة معربة أو مترجمة ومعدة يعني مدبلجينة ومقدمينها للطفل العربي، فهي كمضمون ما بتناسب البيئة العربية، وكأفكار وقيم كمان بعيدة عنها. فحاولت أنا أني أكتب القصص مع أطفالي، فكانوا هن مثلا يرسموا رسمات وأنا ابني قصة عليها، أو هن يحكوا لي شيء ويرسموا وأنا مثلا ترجمه بطريقة الكتابة. فهذا هو المدخل لكتابتي للطفل. نعم. خلينا نحكي كمان عن خصوصية الكتابة لعالم الطفل. مرحلة الطفولة هي بأعمار مختلفة، في مدرجة بين فئات أولى، ثانية، ثالثة. خلينا نحكي بأي فئة معينة حضرتك متخصصة، وشو الخصوصية للكتابة للطفل؟ هلا الخصوصية للكتابة للطفل إنه أنت هون عم تقدمي مادة لازم يكون فيها قيمة أخلاقية وقيمة تربوية للطفل. والحوار مع الطفل هو بده يكون حوار غير مباشر، يعني إذا بدك تغيري أي شيء بسلوك الطفل بدك تعتمدي معه الطريقة الغير مباشرة، يعني جيبي له مثال خيالي بعيد عن الواقع أو أنه هو عامل هذا السلوك. فكنت ألجأ لموضوع القصص والشخصيات الخيالية لحاور أنا طفلي بالبداية. الصعوبة كانت الانتقال من الكبار للصغار، أنه اللغة المطلوب أني أكتب فيها بدها تكون لغة بسيطة كتير وبعيدة عن الأساليب الأدبية المنمقة، يعني لازم يكون الأسلوب بسيط وسهل وعميق وبحيث أنه يفهم الطفل ويستمتع فيه. كمان الأطفال بحاجة لشخصيات خيالية، أنك أنت الحيوانات، النباتات، توصفي البيئة كلياتها لتوصلي الفكرة اللي أنت بدك إياها. كمان الطفل، نحن بداخل كل إنسان في طفل، فأنا مع أطفالي الطفل اللي جواتي طلع وهو اللي صار يكتب.
حلو كثير. طب خلينا نسمع منك شيء نوار، انا شايفه انك جايبه شيء محضرتي لنا اياه لتسمعينا. هلا رح سمعينا، رح سمعكم شيء للكبار بعنوان عناوين من الذاكره. 100 عام من العزلة لن تكفي لأن أنساك، أعلم أعلم أنني أحببتك أكثر مما ينبغي، وأنك لم تكن عابر سرير في ظلمة وحدتي، وأن الحب الأبله أكل عقلي، فمضيت أتجرع أحزاني تحت ظلال الزيزفون، تحكمني قواعد العشق الأربعون لأتحرر من حبي لك، وأحلق في ملكوت السماء كميموزين. نحن الشاعرات نساء صغيرات، نحن الشاعرات نساء صغيرات، لا تكبر فينا إلا الأحلام، نعيش تفاصيل البؤساء، لنا من الحب خيباته وأشجان قصائده، النسيان هو الطريق، والقلب بين الشراع والعاصفة يتأرجح، في الحرب والسلم يتقلب قلبي وقلبك، قلبي وقلبك قصة مدينتين أغرقهما اليأس، روحي روحي كأنك لا تراها لكنك أنت كل رؤاها، أن تقتل طائرا بريئا كحبي لك هو الجريمة، والعقاب لأنني أحببتك بصدق في زمن الخداع، العشق كائن لا تحتمل خفته، والحب تحت المطر رومانسية طوى عليها الزمن، السراب هو أنت، السراب هو أنت حين صدقت وعودك، في قصر الشوق انتظرتك لهفتي، فأنت ذاكرة الجسد وباب الشمس لارتجاف الليالي المسافرة، ودعاء الكروان حين يصمت الناي، شيء من الخوف يسكنني حين تغيب يا عزيزي، كلنا لصوص، فدعني أسرقك في لحظة شغف، على أجنحة التيه أحملك، صخب البحيرة يجمعنا، أغنية الماء والنار تعزفنا على مقامات الزبد، في مدن الملح بقايا حكايتنا، نصيبي من الأفق عيناك، ذهب مع الريح أمسنا، فأين نحن الآن في هذه الدوامة، عليك اللهفة ما حييت، ما نبض بك القصيد. اسلم هلا تم، ودائما مزيد من التألق. سمعنا واحدة من قصائدك، أيضا بعالم الأغنية كان لك بصمة ومشاركة، خلينا نحكي كمان عن توجهك لعالم كتابة الأغنية وخصوصيتها. الفكرة نشأت أني أنا عم بكتب للطفل، فبلشت أنه أكتب القصص وانتقلت لموضوع الشعر، فحبيت بحر الرمل، فقلت أنه هذا البحر هيك غناء إيقاع كتير حلو للأطفال، وإذا غنوه يعني هو بحر بسيط والطفل ممكن يحفظ إيقاعه ويغني. فجربت مرة أكتب قصيدة، وكان في عندي شاعر صديقي هو ناقد موسيقي، وهو ناقد موسيقي وملحن، فأنا عرضت عليه القصيدة وقلت له أنه شو رأيك أنه بفكرة الكتابة للطفل، فكرة أنه نكتب شعر غنائي للطفل، وكانت القصيدة عن الأب، ففاجأني بعد فترة أنه أنا لحنت القصيدة وأنه هي عجبتني كثير كونها موجهة للأب، فهن دائما في عتب عند للكتاب أو الشعراء أنه نحن دائما بنكتب للأم ومنوجه مشاعرنا وأحاسيسنا للأم، والأب أنه مهضوم حقه، فقال لي بما أنك أنت كتبتي عن الأب فهذا الشيء خلى عنده حماس أنه يلحن الشعر، وغناه طفله، ابنه هو كمان بيغني وبيعزف على العود، ففي عنده خلفية موسيقية وفي عنده خامس صوت. بعدين الأغنية سجلت باستوديو خاص ونعمل لها تصميم بمجلة الأطفال اللي بيشتغل فيها، في إلى قناة خاصة على اليوتيوب، عمل لها تصميم الأستاذ حسن أمحيل، وانعرضت بطريقة أفلام الكرتون ولاقت قبوله من الأطفال، وأكثر شيء من أطفالي، يعني أنا بقيم العمل من خلال تفاعل الطفل معه، فلما بشوف أنه في تفاعل للأطفال فهذا الشيء بيخليني أني استمر أو بيشجعني أكثر للاستمرار بالفكرة. نعم،
طيب يمكن نوار سمعنا منك شيء ولاحظنا انه انت جامع عدد من الاعمال الادبيه بالقصيده الكاتبتيه لذكري العالم، يعني ربطتيها بشيء انت خاص فيك باسلوبك، ولكن حتى تعرف العالم قد ايه هي العناوين الادبيه اللي بيسمعوا عنا هي مهمه، هي يعني مهمه وبتضل بالذاكره يعني كثير حلو. خلينا نسمع منك شيء ثاني. كمان للكبار القصيدة بعنوان مداد الشغف. معمرة جدا بوصالك أروي مبتدأ الحياة لتصبح خبرا مؤكدا في قلبي، فضمة منك ترفعني بها إلى السماء، فضمة منك ترفعني بها إلى السماء، تجعلني مضافة إلى قمة اهتمامك، مجرورة بصخب قبولاتك، عندها فقط أصبح أنثى كاملة، أشغل كل محل من الأحباب، أتربع على عرش ملكوته الصدق والوفاء، حينها فقط أكون فعلا لازما في وجدك. والله والله لأستعمرنك كلك ولأدحرجن نون النسوة من قاموس عشقك، وأكون تاء التأنيس الفاتنة في حياتك، ولأجعلنك تردد إن حبك جنة ونعيم، وبدوري سأجعلك ضميرا مستترا في صدري ومصدرا لآيات الهيام، فتكون أنت كل حركات جنوني وبحري المديد، وبحري المديد الذي منه تنهل مشاعري، والفاعل الوحيد في كل قصائدي. نعم ان شاء الله هيك يا رب، دائما نشوف لك مشاركات ادبيه واعمال مستمره وتكوني باهم المحافل الادبيه. قبل ما نسالك عن خطواتك القادمه، خلينا نحكي سريعا عن مشاركاتك الادبيه بالمعارض سابقا، واذا في شيء عم يتحضر حاليا. هلا في شاركت بعده ندوات ادبيه وفعاليات للاطفال، يعني انا النشاط منقسم بين الاطفال وبين الكبار. النشاط للكبار كان عبارة عن أمسيات شعرية، في كمان ندوات نقدية عن كتابي الخاص، وفي ندوة صارت عن الأدب الصوفي. أنا كتير بحب الأدب الصوفي وجلال الدين الرومي، وهالشي كتير بيشدني فدفعني أنه للكتابة. حتى كتابي الثاني كوكب دري هو محتوى صوفي يعني، فخلى عندي فضول لأعرف أكثر عن هذا الأدب وتاريخه، فكانت المحاضرة عن تاريخ الأدب الصوفي وأهم الأعلام وأهم المحطات يلي مر فيها هذا الأدب. بالنسبة لورشات الأطفال، ورشات الأطفال عم تكون موجهة لموضوع القراءة أو تنمية تفعيل القراءة عند الطفل، فبكل ورشة بطرح قصة أو شيء من كتابتي للطفل وبنتناقش فيه مع الأطفال، وبعدين بنبلش موضوع القراءة. في بكل مركز في قصص للأطفال بيختاروا هن منا ونحن بنتابع معهم موضوع القراءة. الهدف إنه بدنا نخلق طفل يقرأ، يعني ويكون هاي القراءة بداخله، يعني يكون في عنده رغبة شخصية إنه هو كل يوم يقرأ، وعن طريق القصص نحن بنبلش. فكانت هاي النشاطات حلوة لأني أنا عم بحضرها مع أطفالي، وبنفس الوقت إنه في أطفال تانيين عم يستفيدوا ويتفاعلوا وبيرجعوا مرة تانية. يعني كل شهر في عنا نشاط، وطبعا المشاركات بتختلف مضمونة من حسب الجلسة وشو عنوانها والمقرر لإلها. نعم، احنا بدنا نقول لك موفقة وان شاء الله بتجي لك إدارات مهمة، وخاصة احنا بنفتقد بسوريا لأدب الأطفال، بتمنى يكون فعلا نشط وفعال. نتشكر وجودك وشكرا لكل المعلومات اللي عطيتها. تسلم يا رب. أنا في عندي دعوة بدي أوجهها للأطفال، في عندي ورشة قراءة خاصة بالطفل ب 13 الشهر بالمركز الثقافي بكفر سوسة الظهر. للتفاصيل يفوتوا على صفحة المركز بيفوتوا. النشاط رح يكون عنوانه الأب في عيون الأطفال، رح يكون في قصة وفي شعر للأطفال، بعدين في نقاش مع الأطفال عن مشاعرهم اتجاه الأب وكيف ممكن يعبروا عن هاي المشاعر بالرسوم وبالرسائل. فبتمنى كثير من الأهل أنهم يتفاعلوا معنا والأطفال أنهم يحضروا، وشكرا كثير لكم على الاستضافه ومبسوطه منكم كثير. اهلا وسهلا فيك الكاتبه نوار الشاطر، شكرا كثير لك ولوجودك معنا لليوم. تسلم يا رب.